دكتور، الشباب مؤخرا سمعنا يمكن زي ما قالت منا زميلتي ان اكتشف شاب صيني مصاب بهذا المرض، فهل الزهايمر له سن محدد للإصابة؟ الألزهايمر واحد من 16 نوع من فقد الذاكرة. يعني عندنا مثلا الألزهايمر نفسه لا علاج له، ما فيش علاج له، وهنتكلم على بعد كده على الأدوية الحديثة اللي ظهرت وابتدت تبطأ من مفعول المرض على المريض. الحاجة التانية ان احنا لازم نعرف ان الأكثر الأنواع شيوعا في مصر لفقد الذاكرة او ضعف الذاكرة هو مرض الأوعية الدموية المخية. صحيح. مرض الأوعية المخية الفاسكولار ديمنشيا ده نوع تاني أهم من الألزهايمر. الألزهايمر إذا كان بيحصل في واحد، 19 الباقيين بيكون الأوعية الدموية وكبر السن.